السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم جو تربح التي تأتيكم يوميا على أول قناة إلكترونية في الجزائر زير تيوب. اليوم راح نسقس الناس أسئلة واللي يقدر يجاوبنا حيربح معنا أنباك من أجود منتوجات بلاب، وفي آخر شهر راح تكون فيها قرعة اللي حيقدروا يربحوا معنا أجهزة كهرومنزلية. تابعوا معنا. هذا البرنامج برعاية بلاط. صح رمضانك، وكل عام انتم محيين ان شاء الله، كل عام انت يعني مستوى ان شاء الله ما اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. كيفاش راك مع رمضان؟ رمضان راني الحمد لله، والله راني متقاعد في وراني نمشي نقضي وقت القضيان، وقضى وقت التراويح نروح وقت داعي معمرين نروح للصلاه ونصلي. ما شاء الله. اليوم راح تشارك معنا في حصه جاوب تربح، اللي راح ان شاء الله لا جاوبتنا على السؤال، نعم لا جاوبتنا على السؤال راح تربح معنا اليوم الباك من اجود منتوجات بلاط اللي السعر تاعو فوق 6000 دينار جزائري. السؤال يقول متى فتح صلاح الدين الايوبي فلسطين؟ والله ما نجمش نقول لك على السؤال انت، يعني عندك 30 ثانيه تفكر وحاول. والله ما نجمش، لا ده تصل معنا عنديش اخبار. معليش، شكرا لك. قل كلمه للشعب الجزائري. الشعب الجزائري ان شاء الله نطلبوا من ربي ان شاء الله على كل حال يعيننا، وباش نديروا الشهر هذا شهر قران، شهر المغفره، شهر يعني الصدقات وكذا، تكون تضامن في الصدقات في الفقراء والمساكين، يعني الانسان ماذا به يتوسع على 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 الامه اللي معاه. مساء الخير. مساء الخير. صح رمضانك؟ رمضانكم جميع ان شاء الله، لا قبل ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي كيفاش راك تجوز ايام رمضان؟ نجوز كما الناس، انا نجوز وقت بالله، رانا 8 ايام ديجا ماشا تمتموش ان شاء الله. أو خفيف إن شاء الله. اليوم راح نطرحوا عليك سؤال في حصة جاوب تربح، وإلا جاوبتنا إن شاء الله حتربح معنا أنباك من أجود منتوجات بلاط اللي القيمة تاعو فوق 6000 دينار جزائري. متى افتتح صلاح الدين الأيوبي فلسطين؟ 67. لا يعني عندك 30 ثانية للتفكير، خمم وجاوبني. صلاح الدين الأيوبي متى افتتح فلسطين؟ راحت الى 1806. انا عم بالي تاع بارون كنت اقول لك. معليش فرصة أخرى، قول كلمة للشعب الجزائري بن سبع. أخو رمضان يجوز بالصحة والهنا وكلش مبروك للجزائر، ولا قبل عام الجاي إن شاء الله. صحة أختي. مساء الخير. وش راك؟ بانكم. نو 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 كالعادة يعني فرحانين حاجة العبادة والعمل. ما شاء الله. اليوم راح تشاركي معنا في حصة جاوب تربح، حنسألوك سؤال وإذا جاوبت عليه حتربحي معنا باك من أجود منتوجات بلاط، وتاني كاين قرعة في آخر رمضان إن شاء الله يربحوا أجهزة كهرومنزلية. السؤال اللي يقول ما هو الحيوان الذي لم يركب سفينة نوح؟ حيوان لم يركب سفينة نوح عليه السلام أخذ من كل حيوان زوجين، كان حيوان لم يركب سفينته. خنزير. معليش فكري، عندك 30 ثانية للتفكير وجا. أكيد يكون السبع. يلا. موجود داخل. فرصة أخرى عادي، فرصة أخرى تفضلي معنا مدام، فرصة أخرى قولي كلمة للشعب الجزائري. إن شاء الله نكملوا نعيشوا بالأمان ونكملوا والحياة تكون دائما موفقة، وصحاب غزة إن شاء الله يكونوا مساكن نح عليهم الابتلاء اللي جاهم إن شاء الله. مرحبا. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم لا بأس الحمد لله. أنا مع رمضان أيها الناس كما الجزائريين. راح نطرح عليك سؤال في حصة جاوب تربح، ولا قدرت تجاوبنا حتى تربح معنا أنباك من أجود منتوجات بلاط. السؤال يقول ما هو الشيء الذي ينبض وليس له قلب؟ ينبض وليس له قلب. أحب
يقول ينبط علي ليس له قلب ولا ما عندي سوء. محاولة ما طلعش. معليش فرصة أخرى، قل كلمة الشعب الجزائري. إيش أقول لهم؟ قل لهم صحة رمضانكم، عيدوا بخير وعلى خير إن شاء الله تاني، وهذا مكان عيدهم مبارك مسبق إن شاء الله. مساء الخير. مساء النور. حمدانك. الله يسلمك، صحة رمضانكم. صافا انا نجوزو هنا بس انت هيك عباده شويه شويه كي تعرفي رمضان كيفاش يجوزو. الحمد لله. لا 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 بس الحمد لله والله انا انتيك. اليوم راح تشارك معنا في مسابقه جاوب تربح، اذا جاوبتنا على السؤال راح تربح معنا اليوم باك من اجود منتوجات بلاط، القيمه تاعها فوق 6000 دينار جزائري. السؤال يقول ما هو الشيء الذي ينبض وليس له قلب؟ ينبض وليس له قلب. ينبض وليس له قلب. ينبض وليس له قلب. اصبر يا جماعة. ينبض. وش الوضع؟ ينبض وليس له قلب. وش الوضع ينبض؟ حيوان هذا ولا شنو؟ حاول حاول. شيء ينبض وليس له قلب. وش الوضع؟ ينبض وليس له قلب. شيء هو. لا 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 ريح. معليش فرصة أخرى إن شاء الله. قل كلمة شعب جزائري بنسب رمضان. قول لهم صحة رمضانكم وجوزوا إن شاء الله بصحة ولهنا وكل عام وأنتم بخير وهذه. مساء الخير. مساء الخير. صحة رمضان. الله يسلمك توما زادة. كيفاش راكم مع رمضان؟ والله لا بس الحمد لله الحمد ربي هذا العام رمضان جا أو يجوز بيان السلعة كاين الحمد لله المواد الغذائية متوفرة. ربي يدوم ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم راح تشارك معنا في حصه جاوب تربح، ولا ربحت معنا راح تربح معنا، الا قدرت تجاوبنا راح تربح معنا امباك من اجود منتوجات بلاط. السؤال يقول ما هو البلد الوحيد الذي لا يتغير فيه ساعه الافطار؟ ما هو البلد الوحيد الذي لا يتغير فيه ساعه الافطار؟ يعني موعد الافطار لا يتغير فيه موعد الافطار، يعني موعد الافطار يبقى هو ثابت ما يتغيرش. القطب المتجمد. لا سيبيري. معليش عندك وقت للتفكير. لا سيبيري. لا لا بلد افريقي اسيوي. شو قال لك؟ ما كاش مؤشرات كاع. هو يعني بلد ما يتغيرش فيه موقت الافطار، يعني يبقى لا الصيف ولا الشتاء نفس الموعد. استوائي هذا البلد. عندك شويه. لا ما عنديش الاجابه. صراحة. فرصة أخرى إن شاء الله، قول كلمة. صحة رمضانكم وتعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله. مساء الخير. مساء النور. صحة رمضانك. الله يسلمك، صحة رمضانك بنتي. يسلمك، قولي لي كيفاش كتجوزي رمضان؟ كيفاش؟ الحمد لله برحمة ربي، أنا نجوزو بيا، أنا نخرجو، أنا نمشو، أنا نشوفو الدنيا. برحمة ربي. قلبك شوية. شوية مع الدراري. نعم، اليوم راح تشاركي معنا في مسابقة في حصة جاوب تربح، ولا قدرتي تجاوبينا على السؤال راح تربحي معنا أمباك من أجود منتوجات بلاط. السؤال يقول ما هو الشيء الذي ينبض وليس له قلب؟ شيء ينبض وليس له قلب، عندك 30 ثانية للتفكير وجاوبي. على باب ربي على نيتي، بالك ساعة. مبروك عليك، راكي فزتي معنا، الجواب صحيح. الجواب صحيح. نعم، الشيء الذي ينبض وليس له قلب هو الساعة. الحمد لله. يعطيك الصحة يا بنتي. مبروك عليك. الله يسلمك. المخرج تعطينا الجائزة تاع كيف فزتي معنا اليوم، مبروك عليك، صفقوا عليها. يعطيكم الصحة. كثر خيركم وربي يجازيكم. نعم، اليوم كيف فزتي معنا، قولي كلمة الشعب الجزائري. نقول لهم صحة فطوركم، وإن شاء الله كل عام يجوز علينا بخير وفي عافية إن شاء الله. تحية الجزائر. مبروك عليك. هذا البرنامج برعاية بلاط. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد من حصتكم جاوب تربح، إلى عدد آخر، سلام. بلاط يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب
أول قناة إلكترونية في الجزائر.